السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المرحلة قبل النهائية بالنسبة للشغل بتاع المحارة، طبعا محر على الشغل عشان خاطر هيتعمل سيراميك بالمادة. وسيراميك بالمادة وجهة نظر ان هي افضل طريقة للسيراميك دلوقتي، عشان لو في مشكلة هشيلها واركب غيرها من غير ما اكسر او ابهدل الدنيا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا بنظبط الشغل بتاعنا، قيمة الخلاط مظبوطة، القاع ابو سن بيبقى خارج على وش المحاره عشان ما ركبش كده بتطويل. وهنا برضه طبعا شغل انتوا في الفيديو السابق، طبعا احنا شادين على خطان وعلى بؤر، وهنا برضه اهو المخارج كلها بارزه على وش الحيط، ما تبقاش في حاجه مدفونه عشان ما نركبش جراب بسن تطويل او الكلام دوت، يبقى المحبس بيركب في مكانه على طول. وعندي هنا برضه الشاور روم، يعني الحمد لله برضه القيمه بتاعتها القيمه المطلوبه عملناها، يعني دي القيمة المطلوبة للسيراميكا. الواحد برضه يعني ايه عشان خاطر السيراميكا لما يجي يركب ما تبقاش بارزة أو داخلة أو خارجة. برضه الخلاط نفس الموضوع، ليه قيمة معينة ماكسيموم بتوصل لها، ما ينفعش أخش أو أخرج. برضه هنا برضه نفس الموضوع، شادين على بؤج وعلى خطان عشان لو ما نركبش كده بتطويل أو الكلام ده كله. وزي ما أنتم شايفين الحمد لله يعني يعتبر مرحلة شبه نهائية للحمام، فاضل بس السيراميك اللي هيركب. طبعا انا عندي هنا في الزاويه زي زاويه قايمه هنا عشان خاطر البانيو لما يجي يركب، وبرده العكس الناحيه الثانيه الزاويه القايمه، والشاور بتاعي نازل من فوق، الاكسات كلها مظبوطه الحمد لله، وده برده مخرج اللي هيملى البانيو. فالحمد لله يعني كده شغالين بشبه مستوى مظبوط باذن الله يعني.